بسم الله الرحمن الرحيم. العراق معروف بالتبدل، إذا صحيح أو مو صحيح ما ندري. يريدون يبدلون عبد إلى عبد. صدام كان عبدهم وأسوأ من عبدهم، هم جاؤوا به. أنا شخصيا سمعت من إذاعة بغداد إبان كنا في العراق، علي صالح السعدي هذا كان وزير الداخلية أول ما جاء البعث إلى الحكم، أنا شخصيا سمعت منه في الإذاعة قال جئنا إلى العراق بقطار إنجلو أمريكي بالنص. جماعة كانوا بعدين أيضا وقت اللي أنا استمعت إلى الإذاعة قلت له هذا ما ذكر الكل، بقطار انجلو امريكي اسرائيلي. انا علقت هذا التعليق. وقع صدام عبدهم جاءوا به، وجاءوا به لشيئين: الاول اذلال العراقيين لانهم حاربوا بريطانيا في ثوره العشرين، الشيء الثاني ياكلون فلوس العراق، هذا مستعمر، هذا شأنه. فبعدين صار صدام، كان أحمد حسين البكر وصار صدام. أحمد حسين البكر جاء إلى كربلاء، أنا أذكر في أيام كنا في كربلاء جاء هو وحردان التكريتي، كلش عادي جاءوا. حردان كان وزير، أحمد حسين رئيس. جاءوا إلى كربلاء لأن يحلف بالعباس لا يخون أحدهما بالآخر. وأذكر في ليلة اللي أجوا صبح تلك الليلة خدم العباس جاءوا عندي ونقل القصة، كل واحد منهما وضع يده على ضريح العباس وحلف، وكلاهما خانه، والعباس قتل حردان في الكويت وقتل أحمد حسين بكر في العراق، قتله صدام، قتله يعني صدام. أحمد حسين بكر راد يطلع، صدام ذهب إليه ودعه وقال لأنك مريض لازم يضربوك إبرة، ضربوا إبرة وقتلوه نفس صدام. أما حردان قتله أحمد حسين بكر، قتله في الكويت. أنا رحت للكويت أروني مكان قتله، أمام مستشفى الكويت مكان قتله أرون، أنا ما كنت حاضر. على كل كلاهما خان وقتل كلاهما. كلامنا هو الآن يريدون تبديله، بعد وجهه واضح صار. الغربيين يريدون وجه غير واضح في بلادنا، بين وجه واضح، اجي باسم العربية، باسم القومية العربية الاشتراكية، وهالأسامي اللي أكوتهم. الغريب في الآن أنا شخصيا، هاي مو مربوطة بهالقصة، أنا رحت جمع عبد الكريم قاسم ويا جماعة من أصدقائنا أول ما أجي، عبد الكريم هو قاعد ونفران معه ضابطان، أحد الضابطين كان اسمه الرئيس قاسم، أذكر لي هسه شباب أمكان، كلمنا ويا عبد الكريم قاسم وما فات حتى قتل. اللطيفة إحنا شفنا هذا الشيء، فرد قوطية كان هالكبرى يم عبد الكريم، هذا بينا يا شين يطلب بقال يضرب لنا شين ضابط. قوطيتنا يا شين عبد الكريم قاسم معروفة،
يعني مهزلة بلادنا، مهزلة. على كل حال الآن يريدون تبديل كما يقولون، الله العالم لا شك فيه. إذا بدل كلامنا هنا، إذا بدل صدام، واجب أن يكون في العراق 5 أمور. الأمر الأول أن يكون الإسلام هو الحاكم، ما أقصد حكومة إسلامية أبدا، أقصد شيء اللي أنا شفت في العراق قبل 60 سنة. العراق هالشكل كان، القوانين اللي وضعها نفس رسول الله من غير النظر إلى السنة أو الشيعة. أحد القوانين: الأرض لله ولمن عمرها. وهذا القانون إحنا الطلبة نقرأه في كتاب الشرائع، في كتاب شرح اللمعة، في كتاب الجواهر، في كتاب الحدائق، في كتاب المستند، في كتاب مصباح الفقه. هذا القانون موجود عن رسول الله شخصا. الهواء مباح، نور الشمس مباح، الماء في حوشك امتح الماء من بئرك مباح، كلها لله. وبالإضافة إلى ذلك الأرض لله ولمن عمرها. هالنص إحنا قرأنا في الشرائع قبل أكثر من 50 سنة نفس هذا النص، قانونا وضعه رسول الله ونقله الشيعة والسنة عنه، لأنه قبل الرسول كانت الأراضي بيد الفرس أو الروم، وكلاهما كان يقولان الأرض لنا مثل هسه. الرسول أبطل هذا القانون. ذات مرة صعد المنبر الرسول وقال: الأرض لله ولمن عمرها، وأضاف: ثم إنها لكم مني أيها المسلمون. أرض لكم، أباح الأرض. أكو في الحديث، وأنتم كلكم طلبة تجدون هذا الحديث، وشوفوا وقت ليس نزل النبي عن المنبر هو يفرح المسلمون، وذهبوا أطراف المدينة، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها بستانا، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها دارا، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها رحم. أطراف المدينة أمر بالسور الجديد السريع. أطراف المدينة الأرض لله ولمن عمرها، هذا هو. هذا القانون لازم يرجع للعراق. أنا أذكر هذا القانون كان في العراق قبل 60 سنة. هذا القانون كان في إيران وفي العراق. في إيران غيرها الفهلوي، فهلوي غير هذا القانون، سوى الأرض ملك للدولة. بعد ذلك صنع في العراق، في العراق متأخر صار، قبل 50 سنة صار. أذكر أنا قصص هذا القانون، ما أريد أطول عليكم. كان عندنا، ولعل بعضكم يعرفونه، شيخ محمد فرجي، هذا كان عالم هيكل طويل، عالم كان صديقنا. هذا فرد يوم قال لي أنه تعال لحوشي، قلت بأي مناسبة؟ قال أنك رايح، هاي قبل 50 سنة هالقصة. قلت ميخالف، رحت إلى حوشي في وقت القراءة. حوشي كان بمقدار هذا الحياة اللي تشوفوه. سألت منه أنا شخصيا كم متر؟ قال من 100 متر. من 100 متر إيش كثر صنعت لحوشك فلوس صرفت؟ قال 800 فلس، يعني أقل من دينار. 800 فلس ذاك اليوم 800 خبز، لأن كل خبز فلس كان أنا كنت أشتري. قلت أي مناسبة 800؟ أنا قلت له، قال أنا الأرض مش مجان، أرض في كربلاء في النجف كان مجان، كل فلوس ما يأخذ، أرض مثل الهواء، أحد يأخذ منك فلوس الهواء تتنفس للشمس؟ لا، أرضا كان هالشكل. فقلت له لعدي 800 فلس أي مناسبة؟ قال في الحقيقة أنا سويت بنفسي لبن، أرض ماي، واضح.
أنا مسوي مجان في بيتك، وأهل التلميذ فلست العز فرد عمله، هذا العمل رصف كل الفلوس مال الحوش منيت فلس. أنا رحت شخصيا حوش، كان غرفتان فيه، حمام فيه، حديقة فيه، حديقة بقدر هالمكان، وفرد بير لا أكثر ولا أقل. حوش ذاك اليوم قبل 50 سنة في العراق 800 فلس، هذا هو. لهذا كل إنسان عنده حوش. كان عندي صديق شيخ إبراهيم في الكويت، يعني كان توفي، كان من أصدقائنا في العراق. هذا الشيخ إبراهيم الله يرحمه هو صنع حوش بنفسه، ودعا أنا وشيخ صادق إلى زيارته، وقرأي زيارة رحت إلى زيارته أنا وشيخ صادق بوجود. الحوش هو بنفسه صنعه، ما جاب عمله أيضا. ولهذا أنا شفت غرفته، غرفتان كان في الحوش، غرفته شفت أعوج شوية مو هالشكل، قلت لي هالغرفة أعوج. قال لأنه أنا ما أعرف، أنا مو بنا، كان طلبه هو، كان وكيلنا في الكويت توفي عن قريب، قال أنا ما أعرف هالشكل، صار أنا وزوجتي صنعت هذا الحوش. الأرض لله، الطابوق لبن، البن شيخ إبراهيم، وجلس فيه، يعني مجان مجان، هيش ماكو. نعم قال اشتريت الباب ببان من حراج، حراج كان عندنا في كربلاء، 50 فلس، هو قال حوش 50 فلس، خلاص. الآن أكثر الشباب أنا شخصيا أسألهم الدكتور يقول لا، لماذا؟ لأن ما أملك حوش. واضح البهلوي الأول اللي صنع هذا القانون أولا في إيران، في إيران ما كان قانون، وبعدين الغربيين هم، هو عميل كان أيضا الاستعمار البريطاني، وقت اللي ودوه أخير إيران على البحر ركبوا البهلوي في مذكرات، مكتوب مذكرات اللي بتك كتبتها، هذا لما وصل إلى أن يركب البحر هنا في بوشيه ما أدري هالأماكن، يقولون وقع على الأرض بهلوي وهو الملك، وقام يأكل التراب ويبكي، ركبوا سفينة ودوه. أين نتيجة هسه أنتوا اللي تمنعون الأرض؟ أي مناسبة؟ هل لكم الأرض؟ خلافا لله وللرسول الصريح. هذا لازم إن شاء الله إذا رحنا إلى العراق نهتم دعاية وكتابة، يسألون من غير أيضا، كل كبار العراق يعرفون هذا القصة، أن الأرض لله ولمن عمرها لازم يعود، هذا قانون رسول الله، هذا واحد. بس أنا ما أريد أعدد قوانين رسول الله كلها، كم قانون اللي جعل الناس في ضيق. قانون ثاني الرسول جعله، القانون الثاني يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. تروح تأخذ سمك لك، تروح تشيل ملح لك، تروح من مكانات نخيل أكو بي إلك، تروح معدن تشيل إلك، وإلى الآن هذا قانون رسول الله، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة لا يتغير أبدا، وكل تغيير في قانون الله بسبب الضيق. إحنا كانوا يجيبون إلا ملح في العراق في كربلاء اللي إحنا كنا مكاننا، أكو ملح، أكو معدن ملح، واحد في الرزازة ملح، كل الناس كانوا يشيلون يجيبون. مكان قريب الإخيضر، قريب الإخيضر كان في الصحراء، أنا مشايفه هالثاني مو الرزازة، أنا الرزازة ما شفت، أنا رحت إلى إخيضر شفت هذا المكان، في صحراء أبيض، صحراء طويل أبيض ملح، ناس يروحون يشيلون هذا الملح، إحنا كنا نشتري منهم أكلنا.
فالهالكبر مليح بعشر فلوس. عشر فلوس ذاك اليوم القوة الشرائية لها عشرة أخباز، لأن كل خبز فلوسكم، أنا كل خبز أنا ما أشتريها، أهلي كانوا يشترون، يعني أهلي والدتي كانت تشتري، النساء كانوا يشوفون. بس عبد الكريم قاسم إجا أول عميل استعمار البريطاني، فورا هذا الملح صار دينار، كم ضعف؟ 100 ضعف. السمك هم كان حلال، كل واحد يصطاد سمك، كرملة 3 أطراف أسماك أكو، طرف في طواريج، والطرف في سدة، والطرف في رزازة، ناس يروحون يشيلون سمك يجيبون ونشتري. احنا كنا ذاك الوقت 10 أشخاص، والدتي ووالدي وإخواني وأخواتي، أنا مو متزوج بعد، أنا كنت أتسوق لهم سمك نشتري ليكفي 10 أشخاص، احنا 10 في الحوش. سمك هالكبرى خان مخضر، يمكن تعرفوه، يم خان الأسماك، أنا كنت أشتري هناك خان السمك هالكبرى 10 فلوس. عبد الكريم إجا منع، لأنه كان وطني جدي، منع السمك. هالأسبوع اشتريت، احنا كل أسبوع نشتري سمك يوم الأربعاء، عند الناس مشهور. هالأسبوع اشتريت 10 فلوس، الأسبوع الثاني اشتريت 250 فلس، يعني 25 فرد مرض صار ضعف. وعبد الكريم قاسم شنو سوى؟ الأسماك هيش أسماك تجي للبحر، حتى تروح للبحر، نهر نهر فرات دجلة وتروح للبحر، ليه السعش؟ أنا عبد الكريم ما استفاد من هذا القانون، وقتلوه بعد. يقين قسم منكم شفتوا وقت اللي قتلوه عبد الكريم، جابوه عبد الكريم قاسم، جابوه وراء التلفزيون وفرجون دي راسي كان مدنك، فرجون دي أخذ بشعره، رفع شعره طاق طاق طاق، هاي نتيجة نزل أحكام غير الله. هل قوانين لازم تعود؟ هذا هو قوانين إسلامية ومذكورة في كل كتبنا، يعني مو فرشي اللي مندري فرد حكم في أخير ديات أو كذا، لا أبدا، في كل كتبنا موجودة، في كتب السنة، السنة نفس الشيء، فنفس الرسول قال هالقوانين. إذا صار العراق مستقلا بإذن أي واحد يقال لازم قانون الإسلام يعود، ولا في ضرركم، في ضررنا، في ضرر الكل. هذا والذي يسن قانونا غير قانون الله ايضا هو يتضرر، كما راينا تضرر عبد الكريم قاسم، تضرر احمد حسن البكر، تضرر عبد السلام، تضرر عبد الرحمن، طلعوا برا الى تركيا، كلهم تضرر. في ايران نفس الشيء، في ايران شبهله والاول تضرر، بعدوا إلى موريس فرد قرية في إفريقيا وقتلوه هناك. بعد الشاه إيران شاه الأول شاه الثاني بعد، بعد شفتوا بعد تذكر، بعد إلى مصر وهناك قتلوه، قتلوه بالميكروب السرطان، شاه قتلوه. هاي نتيجتي، لازم قانون العراق يصير قوانين إسلامية مذكورة ومعترف به عند الجميع، هذا الأول. الثاني لازم حكومة العراق حكومة شيعية، أكثرية العراق شيعة، أمريكيين يقولون أكثرية العراق 65% شيعة، أما حسب علمنا وإحصائنا 80 شيعة، 80% شيعة في العراق، 11 سنة غيرهم، 9 مسيحيين يزيديين يهود، هذول يعني 80% شيعة. كون حكومة شيعية أبدا بوكو، لماذا؟ لأن استعمار البريطاني هذا يريد، فالدعاية منكم يفيد هذا الشيء. إذا سويتوا دعاية، كل واحد يسوي دعاية، يقولون لفرد درويش، لعله شفت فرد درويش، درويش قال له اجمع دكانه، قال دكانه فمه، الدعاية عن دكان الإنسان فمه، يحكي
هذا قانون الإسلام كان، هذا كان في زماننا يعني مو ألف سنة قبل، كان في زماننا ورعيناها هالمواضيع. الأول قانون إسلام لازم يجرى في البلاد، الثاني لازم حكومة شيعية، الثالث لازم يصير أحزاب حرة. أحزاب حرة دكتاتور يعني شنو؟ كل العالم الآن أحزاب حرة، هند أحزاب حرة، ما أدري لندن، باريس، كل مكان أحزاب حرة، دنمارك، كل مكان. بس في العراق لازم واحد صدام يحكم، ولازم الناس كلهم تبعون له. وشنو هو صدام؟ فرد رجل ريفي قروي، أكو فرد قرية قريب تكريت، في هالقرية تسمى أوجه، صدام بن أوجه، لا أكثر ولا أكثر. تكريت أنا شخصيا رايح، أنا سيد برضى القزويني كان مسجون في، يعني مو بعد في تكريت، احنا رحنا في السيارة أخذنا ورحنا إليه، سيارة كبيرة يعني تقريبا 50 واحد كنا، رحنا هناك. هذه القرية لا بماي لا بكهرباء يعني سيارة لا بإسفلت تبليد، كل شيء باكو. هو سيد مرثى كان نازل على فرد واحد اسمه أبو الحكم أو حكم ما أذكر، أنا شفته. هذا في غرفته هالكبر كان اللي تقريبا كلنا رحنا، سيد مرثى كان قال في غرفته ما كان عنده كهرباء، خلي نفطية، هذا هو يمشوا بعضنا بعضا نفطية، بعد نفطية تعرفون شنو تكليف، هذا صدام مدو، لا دارش لا فاهم لا منتخب لا أي شيء، وإن قوة فقط. الشيء الثالث لازم يصير أحزاب حرة، وأنا أذكر الأحزاب الحرة في العراق في أيام الملكيين كانت الأحزاب حرة. أنا شخصيا ما أنقل عنها، رحت أدي رئيس الوزراء شخصيا أنا وجماعة من أصدقائنا سلمحان علي الطباطبائي، جماعة كنا رحنا يمه في بيته، بيته كان في بغداد في كسرة، فرد أمر ديني كان رحنا يمه في أيام والدي الله يرحمه. سيد محمد الصدر رئيس الوزراء ما ذهبنا إلى إدارته، ذهبنا إلى بيته، بيت العادي حقيقة، صدقوا أن بيته أسوأ من هذا البيت، حقيقة صدقوا، أنا شفت. والذي هو في قاعية الغرفة كمبر رايحهم مو قوي كان، هو هم كان دايم على السرير ومريض، كان على قريولك على اصطلاحه، خلوا كم كرسي إلنا وقعدنا إحنا، هو كان بارد صوب، كان الباب الغرفة كان مفتوح. هو سيد محمد علي الطباطبائي قال لي لماذا بابك مفتوح باب الغرفة؟ قال فرد هرة جاي تحت قريولتي احتراما له، أنا مخلي الباب مفتوح. سيد محمد صدق قال لي إلنا بالذات، في الحقيقة احنا قاعدين الهرة جاءت شفناه، يعني هل بساطة في أيام الأحزاب الحرة؟ الآن صدام سوي 100 قصر، أنا شفت القصور مالي، مو شفت رواحا وإنما شفت بالتلفزيون، أنتم أخذوا تلفزيون وشوفوا 100 قصر، كل قصر بين مليار بين مليارين بين 3 مليارات، على شنو؟ على شهوة فقط. هذا معنى عدم الأحزاب الحرة الدكتاتورية الوحدوية، هذا معنى. كان عندنا فرد واحد يمكن بعض الإخوان شايفيه، فؤاد عارف، هذا كان وزير عبد الكريم قاسم كردي، كان وصديق إلي، صديق إلي. أنا فرد مرة رحت يمه وأجب يعود الزيارة إلي، يقول هو اختلف مع عبد الكريم قاسم وانفصل عنه، يقول هو يقول، أنا كاتب هذا الشيء أيضا، يقول رحت إلى لندن قلت لوزير الخارجية البريطاني شنو كان
مشكلة العراق حتى بدلت العراق إلى عبد الكريم قاسم. هو يقول هو صديق عبد الكريم كان بعدين انفصل عنه. هذا فؤاد عارف كردي كان بسيط. قال الحقيقة في أيام الملكيين هو يقول وزير الخارجية قال لي إحنا نريد فرض قانون في العراق يودون المجلس مجلس الأمة بعد مدة حتى يروح إلى مجلس الأعيان مدة بعد مجلس الأعيان يعطى الإذاعة والصحف فرد مدة 6 أشهر من الإذاعة والصحف تداول قوله كذا بعد ذلك أخيرا يعطى للملك بعد ذلك يصدق بعد إصلاحات كثيرة. فؤاد عارف نقل لي عن وزير الخارجية البريطاني يقول الآن جناب عبد الكريم قاسم بالليل أخابر فلان في بغداد يقول عبد الكريم قاسم واجه صبح قانون خلاص ولا احنا حقنا شنو معنى سنتين أن القانون يطول قانوننا صدموا نفسش جابوا نفس الشيء يصنع يعني كل دكتاتور هكذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحكم شورى في القرآن أمرهم شورى بينهم. الرسول بنفسه جعل الحكم بين مهاجرين وأنصار مع العلم كل فرق ما عندهم هذول لا صلاة لا صوما لا حجا لا خبز كل شيء ما عندهم فرق حتى يتنافسه جعل الحكم أحزاب بهالنص. جماعة منكم أهل العلم راجعوا شوفوا في الجواهر في المسالك في جامع المقاصد لكن بكبار فقهاءنا كاتبين هذا الشيء في كتاب السبق والرماية هذا هو موجود هذا الشيء. الرسول جعل الحكم أحزاب فاللازم إذا إن شاء الله رحتوا للعراق وقبل رواحكم للعراق انشروا هذا الشيء لازم يصير الحكم في العراق أحزاب. كم واحد صار؟ 3 حكما إسلاميا حاكما شيعيا الثالث أحزاب هذا 3 الرابع لازم حوزات النجف كربلاء هالأماكن تبقى حوزة حرة كما رأيناها حوزة كان يأتي من كل مكان إلى الحوزة في النجف في كربلاء في السامراء أيضا في كاظمية مشوية كان مو قوي حوزته لكن سامراء قوي. صدام هدم مدرسة سامراء يمكن قسم منكم شفتوا مدرسة كلش كبيرة كانت صدام هدمها. فلازم الحوزات الشيعية تعود للعراق. الحوزات قطع النظر عن أنها علم عن أنها فائدة عن أنها فلوس الحوزات كلهم من الدنيا تأتي إليها الفلوس يعني أقوى قوة اقتصادية للبلد حوزة. في النجف في أيام السيد محسن حكيم الله يرحمه كان 12,000 طلبة كان في النجف. حوزة أزهر صارت هالشكل، حوزة زيتون صارت هالشكل، حوزة فلان مكان صار هالشكل أبدا، بس حوزة النجف لأنه صدام جماعة أناس أخرجوا كل أحد طلبة كلهم طلبة علماء خطباء شعراء كلهم أخرجوهم وبس أنه إيراني بلا مو إيراني يصفهم أنا أعرفهم مو إيراني العرب قسم منهم 1000 سنة في العراق قسم منهم أكثر أقل جبيديين ما أدري شنو كلهم أخرجوا لأنه بريطانيا ضد العراق لأن علماء العراق هم الذين أفتوا بإخراجه قبل 80 سنة في حرب ثورة 20. فالضروري الشيء الرابع أن الحوزات تعود يعني قانونا لازم تعود قطع النظر عن القانون فائد البلد. بس دعنا عن أنه علم مو علم ثروة للبلد العلماء صدق ثروة للبلد.
ثروة معنوية بعلمهم بدينهم بتقواهم بهدايتهم بإرشادهم، وثروة مادية بفلوسهم، سيل فلوس يأتوهم من الكويت، من البحرين، حتى من لندن، حتى من أمريكا، فلوس يأتيني كل واحد خمس يعتقد يطيب، كل خطيب يطيب فلوس الناس، شو هذا؟ كلهم أخرجوهم. حركة بريطانية استعمارية معاندة، لازم يريدون يبدلوا عبدا إلى عبد آخر، لازم ما يخالف يبدلوا ولا يبدلوا حوزة الوش. لماذا؟ شاه إيران كان كلش سيء، لكن ما شاه إيران فرد يوم واحد في قصره ينقل لي يقول هو هاي منزعج من سيد البروجرد اللي في قم كان، يعني سيد البروجرد صد كان ضده، يقول فرد يوم عند الوزراء اشتكى شاه عن سيد البروجرد، قال هذا هو يأذيني، شخص تعبير الشاه كل قامل أصنع يقف قدامي. فرد واحد من الوزراء قال للشاه كلش رشيد هذا، سيد البروجردي يريد يروح للنجف، كان يريد سيد البروجردي، الشاه كان مانع يروح، إذا أنت ما تريد البروجردي كلش بسيط خليه يروح للنجف، هو يحب يروح للنجف. الشاه قال لا هذا هو ينفعني، أنا منزعج عني عن تصرفاتي لكن هو ينفعني. قالوا شلون ينفعك؟ قال أي شيء اللي غربيين يريدون مني أقول الشيء البروجردي ما يخلي، خلص يعني حتى هذا الشيء ينفع، ولهذا ما أطاع جزيره. ثم سيلف الآن في قوم سيلف فلوس. هذا الرابع، حكومة إسلامية قوانينها، حكومة شيعية، أحزاب حرة، الحوزات العلمية تبقى كما كانت حرة، الخامس العتبات المقدسة حرة، عتبات المقدسة أي واحد يحب يزور نجف، كربلاء، كاظمية، سامراء يزور، لعل أكثركم تذكرون هذا الشيء. كان ناس يجون يعني كلش طبيعي، إيرانيين كانوا يجون، هنود كانوا يأتون كما يحبون. صدام لأجل فلوسه $400 يأخذ من كل واحد يريد يزور، هذا غير المشاكل الأخرى اللي أكو. شيخ عبد الحسين الخطيب أحد العلماء في كربلاء، أبو الشيخ محمد الخطيب كان أحد العلماء، يمكن أكثركم تذكرون، هذول عجب أخرجوا خلاص أهانوا كلهم، يعني حركة استعمارية صريحة مثل حركة طالبان ملا عمر، هناك ملا صدام. إن شاء الله تعالى حكومة إسلامية، رئيس شيعي، الثالث أحزاب حرة، الرابع الحوزات العلمية الشيعية، الخامس عتبات، هل خمسة أمور إن شاء الله أدعو لها، قولوا كل شعار إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يزيل صدام كما أزال ملا عمر، وكلكم ترجعون إلى العراق إذا شئتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.